بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن مع الذكرى الثالثة لثورة 14 من فبراير المجيدة، وفي دخولنا العام الرابع من هذه الثورة تتجلى عدة حقائق وتظهر عدة مؤشرات. من أول هذه الحقائق أن الشعب رغم ما لاقاه من إرهاب وويل ومطاردة وقتل وتعذيب وكل أعمال القمع والبطش والبوليسية التي يمارسها الخليفيون، إلا أنه صامد ما زال بعنفوانه، ما زال شبابه ينزلون في الميادين، ما زالت حرائقه تساند الثوار، ما زال شيوخه صابرون يدفعون أبنائهم ويتقدمون إلى الميدان. حالة الصمود ما زالت بعنفوانها وبقوتها. الأمر الثاني أن الجسم الخليفي وبسبب الصمود البحراني تصدع وبدأ وهناك نوع من عدم التوافق في داخل الأسرة الحاكمة نفسها، وبالتالي هذا الاختلاف أو هذا التصدع إذا ذهبنا معه فأحد أهم أسبابه هو الصمود البحراني الذي سيزيد الجسم الخليفي تصدعا وضعفا ومحاصرة. الأمر الثالث أن مرافقة الصمود البحراني في مسير الثورة تغير وتحول في المنطقة. هذا التغير والتحول في المنطقة هو لصالح الثورة وليس ضدها. هذا التحول يجبر الخليفيين ويضعف الدور السعودي، يجبر الخليفيين على أن يغيروا شيئا من سياستهم، ولذلك مطالبون بشكل او باخر باجراء نوع من التغيير. لذلك هم يلجؤون الى الحيل والى المكائد والى الخدع والى الاكاذيب والى التضليل مجددا. نريد ان نذكر ان خديعه ومكيده الخليفيين التي تتكرر بالحوار السابق مثلا في عام 2013 مع بدايه عام 2013 ومع الذكرى الثانية لانطلاق الثورة، بدأوا ما يسمونه حوارا، وبدأ بالتوازي معه مسلسل إرهاب فظيع قتل فيه الشباب، اعتقلت فيه حرائر، تعرضت دور العبادة إلى التخريب، حكم العشرات من أحداث السن بأحكام عدوانية تصل إلى 10 سنوات، حكم شباب في مقتبل العمر بأحكام تصل إلى 15 عاما وإلى السجن المؤبد وإلى أحكام مشابهة. استمر الإرهاب الخليفي في مطاردة الشباب الثوار، والذين الآن عددهم بالمئات مطاردون ولا يجدون مأوى. لذلك نحن نقول ونتساءل، نقول للسياسيين عندما يذهبون إلى أي خديعة، عندما يتعاطون مع أي مكيدة، كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟ كيف وبأي مبرر سياسي وأخلاقي وشرعي أذهب في طاولة مفاوضة والقمع مستمر والمنازل تقتحم والحرائر يقبعن في داخل المعتقلات والرموز يعانون الأمرين في السجون والشباب يطارد والقرى تستنشق الغازات وبلد البحرين يحتل من قبل الجيش السعودي؟ ما هو المبرر حينما إذا روج البعض أن أحد محصلات ونتائج الذهاب في الحوار الخديعة والحوار الكاذب والحوار الماكر هو الضغط على الخليفيين؟ فنقول لهم أن التجربة أثبتت أن النتائج عكسية، لأن الدوائر الغربية وجدت في استجابة المعارضة لأي مبادرة خليفية مبررا لها على دعم النظام الخليفي. ولذلك هنا نسمع في بريطانيا كلما تحدث متحدث رسمي باسم الحكومة البريطانية يشيد بما يسميه إصلاحا ويشيد بما يسميه تعاون بين المعارضة والمتمثلة في الجمعيات وبين النظام، ويشيد بما يسميه خطوات جريئة للتطوير في المستقبل، بينما لا أحد منهم يتحدث عما يتعرض له البحرانيون من ألم ومن معاناة. ولماذا الاستعجال؟ نحن لدينا تجربة عمرها أكثر من 90 عاما لاقى فيها البحرانيون الويلات على مر التاريخ،
وكل المحاولات والمفاوضات السياسية لم تأتي بنتيجة إيجابية وإنما جاءت بنتيجة عكسية. هذه الثورة قدمت عشرات المساجد التي سويت بالتراب، فيها ثأر الله وليس فقط ثأر الناس. هذه الثورة اعتقل فيها الحرائر وتعرضنا إلى وانتهكت أعراضهن. هذا ثأر لن يستطيع السياسيون أخذه أو رده بالجلوس في المفاوضات. الشهداء لن تستطيع أي طاولة مفاوضات أن ترجع حقهم أو أن تعوض أهاليهم. ثم من هو المسؤول؟ نحن حتى لو قارنا بين رئيس الوزراء الحالي خليفة بن سلمان وبين الدكتاتور حمد، خليفة بن سلمان خلال 40 عاما مارس قمع وبطش ودكتاتورية، ولكن حمد خلال شهور سوى عشرات المساجد بالتراب وسفك من دماء أهل البحرين وانتهك أعراض أهل البحرين وخان البلد وسمح لجيش احتلال أن يدخل، وأولاد حمد بشكل مباشر باشروا في تعذيب الرموز وفي تعذيب العلماء. الناس لم تتراجع، لم تتعب، لم تهل، لم تضعف، ما زالت تواصل. التغيرات والتطورات في المنطقة هي في صالحنا وليست ضدنا. أنا أقول علينا أن نيأس من الخليفيين، وعلينا أن نثق بوعد رب العالمين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.